كشكشتوني مش هذا المال مش هو باهي خلي طب شوفك ما ياخد اني خليت ذوق الماتين حتى هذا مش هو يا سلام عليكم وعليكم السلام قاعدين نصوروا احنا في لقطه اشهاريه للمال السلام عليكم رخصه هي عندنا رخصه وين الرخصه وين الاولاد وين هي هيك الرخصه هي وين الرخصه هي عايشين كيكه خي سايبه كيكه تسوي عليها بالرخصه شو مصاب مسيبه ماشي مسيبه حتى يجيبوا الاولاد اللي ما يثبت يا مدام وين هي الرخصه اللي فين جيب لي الرخصه يا دي سامحني ما تسوي حكي في الكهرباء الرخصه تجيبها تجيبها هاي بقى نمشي هاي صد خلينا نكملوا يهزيك عشكوا عشكوا شوية كيكه بشويه ممنوع شوية علينا شوية نعرف اللي معاه تجيب الرخصه تجيب الرخصه معي الاداره كان فضاها غادي كاي فضل لما كان لا هات المدرية الأولاد ازيك عايز اشبيك عامل شوها جيعان اخويا حلوا لي الباب خل روحه نصف النهار يفرقوا على القفصات الكل ماكل هات وتك خير من السيد انت خير من النمر هو انا السيد صل على النبي يا ولدي اجي على الباب يا مراد ايجي رايجنك يا جماعه يا اخوي اخر حاله ضيف يا ابو امبارح في الليله امبارح من الحال ولدي انا حالي ولا كذا جينا مسلوين نعمل في الشهر متاع المال ياخي جماعة ما عندهمش ترخيص نشرب شو شوفوا شنو الحكاية شو دار الاسترالي اللي جابوها الاسترالي الاسترالي بتاعك شبيك يا ولدي نتكلم فيك انا ما تورطش اللبسة يا اخي شبيك راني بني ادم اللي احكي معاك انت ديكلاري عندي انا حالة راه من حالك حتى شيء بنفهم طيب ما تشوفش فيه هذه شوف هذا ما شاء الله ما شاء الله انا ما ضبين عاونك بالنسبه لي انا يحلوا لي الباب كيف ما دام فاكرين عليك الباب عليك الباب راك خطر انا خطر شنو خطر شفت عينيه انا عينينا شبيك انا ضوافر ما عنديش ضوافر ها شنو نعملوا في الشهر نتاع الماء ولا الضوافر ولا غولة نحن شهر الماء شهر ماء معناها الماء نعملوا من شهر شهر ببلي سيتي من شهر ماء هو لهنا ما الاخر قالوا شهر ماء عملوا كيف يا ولدي ماء ماء ببلي سيتي شهر انت شو دورك انا دوري ممثل عندي ممثل ممثل على الشهر نتاع الماء وش بك في الحاله هذه؟ ما هكاك النشار شو؟ النشار هكاك اللبسة هذيك هكا؟ اي صلى الله عليه بالنسبة لي انا راه ما نجم نعمل معك شيء انا وراه افتحكم فيه ادي دوسيك وسل امورك برجله بالنسبة للحالة هذه عندي انا يا سيدي توا زريقته وشوية اخر نجيبوا له راس بقاري راس بقاري ها؟ انا راس بقاري ايش فيه هذا؟ اخوي شوف لي حل اخوي خلي نخرج احواجها كم ملوحة فيها اوراق فيها بطاقة تعريف انا وياك يا ولدي برا انا وراك هنا انا وراك انا وراك لهنا واحد شبيك اهبلت انت تاخر تاكل بطاقة تعريف نتاعي في السوق شيخ خدي شكون كيف ايش اخذ بلاك بالله والله نكلم فيك شو بالله ما ذقتهاش عمري ما ريت حالة كيف فهمني لسانها تويتي شبك كل حالة يا رسول عمري ما ريتها يا رسول الله يا رسول الله لا يا رجل نحكي معاكم جديات القفص مسكرين علي بعد القفص متاع السير من فوق ما تعرف وين السير تلقى قفص كبيرة هاوكا فيه هنا لبس جلود ها
لان المرأة طلعت ما عندهاش رخصة المخرجة هذا نساونا وروحوا معناها ما عادش يعرفوا حتى شيء باخو جات بيب ولا ربني حيوان يحب يعطيني راس بقاري وراس علوش وقال يستنى باش تاكل كيما الحدث اجاني بقى عاش خوي اسمع البطري بشتوفه راهو الشر عاش خوي اخوي سلم يا سي مرتن عندنا مشكله راه شنو هو الجوريلا هيك في القفص الاخر اللي طاني هذيك دودي هذيك دودي وانا وانا ها انا حلتي هات لنا اخوي جيبها لنا يا ولدي جيبها لنا تحكي بجديات هذا ما ولوش على الناس صلى على النبي يا ولدي انا جيبها لهنا شوف لها الكوريلا يا ولدي ها جات الكوريلا اخويا هدره فيها ايش بتفدليك يا ولدي لو خدمتنا نفدكم نحن بلاش نية تجيب لي غوريلا ايش بيه وخلينا شنو تتعاونوا شنو المشكل مع بعضكم حتى لو ناس بيت علاش وقعنا كي تقنقن علينا ما تقرأت فون تاخذ كلمه تعطي كلمه اجيت ها اجيت غوريلا يا استاذ ما تخاف منها ما تخاف كاميرا كاسيه كشكشتوني